للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ شادي، مصر تكثف اتصالاتها المختلفة مع كافة الأطراف وكذلك مع وفد من الكونغرس الأمريكي على مدار يومين، برأيك كيف تشكل الجهود المصرية ورقة لنزع فتيل الأزمة في المنطقة وكبح جماح ما يجري على الأراضي في فلسطين وقطاع غزة بشكل خاص؟ الحقيقه طبعا الجهد المصري مش مجرد ورقه، مجموعه اوراق في المنطقه بهدف وقف اطلاق النار ووقف الحرب في غزه. الحقيقه بدون مبالغه هي الورقه الوحيده تقريبا، وهو الجهد الرئيس في المنطقه وفي المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزه. والاسباب كالتالي: انه في وقت من الاوقات كان المجتمع الدولي ده منحاز بالكليه للروايه الاسرائيليه، وكان الهدف من هذا التحيز هو طبعا ان اسرائيل ليها الحق في مش عارف في صد عدوان او صد مقاومه، او كانت طبعا مسميات والفاظ خارجه تماما عن السياق. بفضل الله ثم الجهد المصري سواء كان الدبلوماسي او السياسي او حتى الاطراف المسار الثاني اللي بتتعامل مع المجتمع الدولي وبالتحديد في اوروبا وامريكا، بدأوا ان هم يعني يمرروا الروايه السليمه لما يحدث في غزه. بعدين مصر فضلت بقى كموقف متجانس ما بين القياده السياسيه والشعب المصري يوضحوا للشعب للمجتمع الدولي وبالتحديد في اوروبا ان لازم يكون هذا التجانس موجود، لان الشعب الاوروبي بيتجه بموقف عكس الحكومات بتاعته. بالتدريج بدأت العواطف الاوروبيه لفكره انه لا، في حاجه غلط بتحصل في غزه، وان مصر عندها حق في 1 2 3. سيما وان اسرائيل بدات تمرر خطط خبيثه شويه بشويه، زي فكره التهجير القسري. نعم. فكره انه كل شعب الفلسطيني في قطاع غزه هو حماس، او كل شعب فلسطيني يستحق العقاب او خلافه. طبعا مصر قالت لا، يعني سياسه العقاب الجماعي مرفوضه، سياسه التهجير القسري مرفوضه، فكرة تفتيت غزة مرفوضة، نوع من تضييق الخناق وأيضا تصدير الصورة وفق أهوائها. لكن دعني أتحدث معك عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الشرق أوسطية، برأيك ماذا ستحمل الحقيبة الأمريكية هذه المرة وكيف سيتعامل مع الجانب الإسرائيلي؟ بلينكين جاي عشان 4 مهام أساسية: تأكد من ما فيش أزمة إقليمية قد تتفلت في أي وقت، وده كان جاي بعد اتصال مصري بالتحديد من السيد الرئيس للولايات المتحده انه في تخوف كبير جدا ان المنطقه تشتعل الى صراع اقليمي او ازمه اقليميه. المهمه الثانيه: التاكد من اسرائيل هتبدا تنهي المرحله الثانيه من حربها في غزه او عدوانها في غزه وتنتقل الى المرحله الثالثه. بعبارات ابسط: ان هي تبدا تنتقي اهداف محدده بعمليات عسكريه جراحيه كده اهوت، علشان منعا من استهداف المدنيين العسر. وده جاي بالمناسبه وراء جهد مصر، يعني وراء هذا الموقف جهد مصر جبار كان بيتعامل مع المؤسسات الامريكيه بدءا من البيت الابيض ووزاره الخارجيه طبعا، مرورا بالكونجرس والمخابرات المركزيه الامريكيه. المهمه الثالثه: التاكد بانه طبعا هو جاي يقدم ضمانات امريكيه لاسرائيل ان احنا جنبكم، بس اتاكدوا لنا ان ما فيش ازمه اقليميه قد تتفلت بسبب سلوكياتكم. وعليه هو جاي يتكلم في اليوم التالي لغزه، يعني هو هيبدا بان هو يعمل جوله اقليميه ثم ينتهي الى جوله اخيره مع اسرائيل علشان يقول لهم العرب بيفكروا كده، مصر بتفكر كده، الاقليم وبشكل عام. نعم، لكن لا. برايك هل هي سياسه للامساك بالعصا من المنتصف، وهل ستجدي في مثل هذه الحاله من الاحتقان في الاراضي المحتله والممارسات الاسرائيليه؟ يعني بالتدريج الولايات المتحده بدات تقدم موقف. طبعا في المراحل الاولى للعدوان الاسرائيلي في غزه كان الموقف الامريكي متحيز بالكليه بنسبه 100%، ما فيش حتى 99. لكن الموقف الامريكي دلوقتي بسبب مجموعه من الظواهر ممكن ما يسعناش الوقت لسردها، بدا يميل الى انه فعلا بقى الموقف 50-50. انا معاك لسان حال امريكا، انا معاك يا اسرائيل في سلوكك العسكري، لكن السلوك العسكري ده لازم له شرطين: انه لا يتسبب في ازمه اقليميه،
اثنين لا يتجاوز الخطوط الحمراء المصرية، سواء استهداف المدنيين العزل أو التهجير القسري. أما بالنسبة للشق السياسي، الشق السياسي فيه خلاف في وجهات النظر الأمريكية الإسرائيلية ملحوظ جدا جدا جدا. يعني إيه؟ يعني ما هو مستقبل ما بعد الحرب في غزة؟ مين اللي هيمسك القطاع؟ المسؤول عنه، صلاحياته، أنت يا إسرائيل دورك هيبقى إيه في قطاع غزة؟ نعم، ولكن من المحتمل أيضا في تعقد مشهد سياسي انتخابي داخلي أمريكي، ومن ثم تقع الولايات المتحدة في منتصف هذا الوضع. أنا قلت أن مجموعة الظاهر بدأت، هي اللي بدأت تشكل الموقف الأمريكي، لا يسعنا سردها. لكن طالما تسأل السؤال، واحد، كان في موجة عاصفة، مش موجة، عاصفة غاضبة جدا في وزارة الخارجية والبيت الأبيض بشكل عام ضد سياسة جو بايدن تجاه ما يحدث في غزة وفقا لموقفه مع إسرائيل. الأمر الثاني أن المزاج العام الأمريكي بدأ يبقى 67% منه ضد سياسة جو بايدن أو سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، وعليه بقت يظهر أمرين. واحد، أنه بدأ يفقد شعبية وبدأ يفقد أصوات انتخابية. الأمر الثاني، موجة استقالات داخل الجهاز الإداري الأمريكي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.